السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. تفقد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي ورشة العمل التي تقوم بتنفيذ خط توتر عالي يربط محطة توليد الدير علي بمحطة تحويل ديماس، والذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء في توسيع شبكات النقل على التوتر العالي 400 كيلو فولت. التفاصيل مع رنا حسن. هلا طبعا الابراج كلياتها منصوبه وجاهزه والاعمال المدنيه كلها جاهزه، بس هلا فقط علينا مد الامراض. تفقد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي ورشات الكهرباء التي تقوم بالعمل بتنفيذ خط توتر عالي 400 كيلو فولت دير علي الديماس، الذي سيربط محطه توليد الدير علي بمحطه تحويل الديماس. اليوم عم نتابع تنفيذ مشروع استراتيجي وحيوي وهام في وزاره الكهرباء، اللي هو خط الديماس الدير علي 400 كيلو فولت بطول 58 كيلو متر. بلغت الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع حوالي 6 مليارات و300 مليون ليرة سوري. يعتبر الخط ذو أهمية كبيرة، حيث يقوم بتصريف جزء من الطاقة الكهربائية في توسع محطة توليد دير علي التي تبلغ استطاعتها 750 ميجاوات إلى محطة تحويل الديماس، ويغطي حلقة دمشق وريفها على التوتر 400 كيلو فولت. يفيد وضع هذا المشروع بأنه ينقل ويصرف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد الدير علي إلى المنطقة الوسطى عبر محطة تحويل الديماس، وأيضا يعزز من شبكة التوتر العالي، ومما ينعكس إيجابا على وثوقية المنظومة الكهربائية بالشكل العام في وزارة الكهرباء. والجدير بالذكر أن تنفيذ خط التوتر العالي يتم بأيدي عمال ورشات الكهرباء وبخبرات محلية وطنية. شايفين هون مشروع خط التوتر العالي الواصل بين محطة تحويل دير علي ومحطة تحويل ديماس 400 كيلو فولت. هلا هذا الخط بيعتبر رديف للخط منشأ سابقا، هو خط توتر 400 كيلو فولت. نحن عم ننشئ هذا الخط وبسرعة يعني كبيرة، مثل ما شايفين هلا ساعات رمضان ساعات العطش، بس رغم هيك يعني كل الورشات عم تتابع عملها. احنا دوامنا الرسمي من الصبح من المساء بدنا نشتغل، هون دوامنا منتابع هذا، صرنا شي شهرين بالخط هذا. بالنسبة لوصل الأبراج بين برج وبرج يعني بتقريبا شي أسبوع، فعم نساعدهم تركيب العوازل المرس الرافعة بتشغل معنا، عم تشتغل معنا الشباب كلهم معنا. 100% نسبة إنجاز الأعمال المدنية و 90% نسبة الأعمال الكهربائية، والعمل مستمر ليكون الخط بالخدمة في القريب العاجل. قام وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بزيارة مفاجئة إلى الفرع 11 التابع للمصرف التجاري السوري في منطقة البرامكة بدمشق، نتيجة ورود العديد من الشكاوي تتعلق بحالات الازدحام. حمدان وبعد اطلاعه على واقع الازدحام وجه بحل هذه المشكلة بالنظر إلى قربه من مركز الهجرة والجوازات ومن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق استحداث قوات تخديم إضافية فيه ودراسة إمكانية استحداث قوة في مقر مركز الهجرة والجوازات. تفقد وزير النقل برفقة محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي امتحانات الشهادة الثانوية في ثانوية النقل البحري بطرطوس، كما وضع وزير النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حجر الأساس لمشروع الفرن الآلي في مدينة الصفصافة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تفقد وزير النقل المهندس علي حمود برفقة محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي امتحانات الشهادة الثانوية في ثانوية النقل البحري بطرطوس، واستمع من المعنيين إلى شرح حول واقع الامتحانات الثانوية بشكل عام، متمنيا للطلبة تقديم امتحانات هادئة ومريحة وتحقيق نتائج متميزة. كما اطلع وزير النقل خلال زيارته لمرفأ طرطوس على عملية تفريغ حمولة الباخرة من القمح التي سيتم نقلها عبر القطار إلى صوامع الحبوب في شنشار بعد أن تم تدشين وصلة شنشار بصوامع الحبوب. قمنا يوم أمس بتدشين وصلة شنشار بصوامع الحبوب في شنشار، مما أدى إلى وصل القطار من اللاذقية وطرطوس
إلى صوامع الحبوب بشنشار وشكل قناة جافة لنقل الحبوب مباشرة إلى الصومعة من المرافق. كما وضع وزيران نقل المهندس علي حمود ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي حجر الأساس لمشروع الفرن الألي في مدينة صفصافة. وألف مبروك ألون وضع حجر الأساس للفرن الجديد بعد انتظار طويل، ألف مبروك. وفي الصفصافة أيضا افتتح وزير النقل المهندس علي حمود دائرة النقل الفرعية التي تؤمن تقديم كل الخدمات للمواطنين بالمنطقة فيما يخص المركبات والسيارات. اليوم افتتحنا ودشنا دائرة النقل في صفصافة، هذه الدائرة التي ستقدم خدمات النقل بدلا عن مديرية النقل في طرطوس، وبالتالي لا يضطر الأخ المواطن الذهاب من صفصافة إلى طرطوس. كما افتتح وزير التجارة الداخلية صالة المؤسسة السورية للتجارة في مدينة القدموس بحضور مدير عام المؤسسة السورية للتجارة بعد عملية إعادة التأهيل التي قامت بها المؤسسة لصالتها في مختلف المناطق. استكمال الدور السوري للتجارة مثل ما وعدنا ضمن الخطة الموضوعة لافتتاح إعادة تأهيل الصالات بكل محافظات عندنا، بطرطوس اليوم صافيتا ودريكيش وهي القدموس، وبالأسبوع الماضي كنا في دمشق، وهذه العملية مستمرة. طبعا إعادة هيكلة الصالات هي تمثل رقم مبيعات جديد ووضع كميات من المواد بخدمة الأخوة المواطنين بأسعار منافسة. افتتاح الصالة يأتي استكمالا لخطة سورية للتجارة بإعادة تأهيل وافتتاح الصالات بكل المحافظات ووضع كميات من المواد بخدمة المواطنين بأسعار مناسبة، علما أن المؤسسة عرضت خلال شهر رمضان الكريم 2800 مادة بسعر منافس في الأسواق، لاقت ارتياحا وإقبالا لدى المواطنين عبرت عنه أرقام مبيعات المؤسسة الجيدة. بيّن مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن أعمال التحضير لمعرض دمشق الدولي بدأت على جميع المستويات لجهة إعادة ترميم وتجهيز مدينة المعارض. كرتلي بيّن أن طلبات كثيرة ما زالت ترد للمؤسسة حتى الآن من قبل تجار وصناعيين سوريين راغبين بالمشاركة بالمعرض لما له من أهمية اقتصادية كبيرة وانفتاح مع العالم في وقت قطعت فيه الحرب الإرهابية كل صلات التواصل جنبا إلى جنب مع العقوبات والحظر الذي فرض على سوريا. أكد محافظ حلب حسين دياب أن الوضع الخدمي العام في حلب لم يصل إلى المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب من جميع المعنيين بذل المزيد من الجهود وحسن استثمار الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية. دياب أوضح أنه تم حتى الآن ترحيل 1,436,000 متر مكعب من الأنقاض من مختلف الأحياء، وخصوصا الأحياء المطهرة من الإرهاب، بالإضافة لترحيل 2,500 سيارة مدمرة، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم اللازم بما ينعكس إيجاباً على المواطنين. أعلن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك أن مصر تلقت 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية. مصر باعت ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%، ومليار دولار من سندات مدتها 10 سنوات بعائد قدره 6.65%، ومليار و250 مليون دولار من سندات مدتها 30 عاما. أظهرت بيانات اتحادية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في أذار، وهو ما يضع البلاد في مسار تسجيل أول انخفاض سنوي منذ عام 2012. وأظهرت البيانات التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في أكبر اقتصاد بالعالم انخفض 0.5% في أذار الماضي مقارنة مع مستواه قبل عام.
تنطلق أعمال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين في جميع دول العالم، حيث سيبحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد الروسي بعد الركود. تفاصيل أوفى. انطلقت أعمال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من جميع دول العالم، حيث سيبحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد الروسي بعد الركود. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة توجه بها إلى منظمي وضيوف المنتدى اعتبر أن الاتفاقيات والعقود المزمع توقيعها خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ستعزز التعاون الدولي وتساعد على إنجاز مشاريع جديدة. زيادة المنتجات عالية التقنية في روسيا تزداد وتصل إلى 60-70%، مثلا في مجال صناعة السيارات. والشركات الألمانية رغم كل الصعوبات السياسية لم تنسحب ولا شركة ألمانية من روسيا وتستمر بالعمل رغم كل المصاعب المتعلقة بالسياسة والاقتصاد مثل انكماش الإنتاج وانخفاض الطلب بسبب انخفاض دخل السكان، ونحن من جانب الدولة نحاول دعمهم ويستمر هذا العمل البناء. الرئيس الروسي أكد على أن يبحث منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وتقييم التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أن التغييرات الحالية تتطلب من المجتمع الدولي تحسين بنية الحوكمة الدولية. المنتدى ينعقد هذا العام تحت شعار البحث عن توازن جديد في الاقتصاد العالمي، ويعد حدثاً دولياً فريداً من نوعه في عالم الاقتصاد، إذ يناقش خلاله المشاركون القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا والعالم ككل. ومن المتوقع أن تبرم روسيا على هامش المنتدى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، منها 10 اتفاقيات بقيمة 1,700,000,000 دولار سيوقعها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي. يشارك في منتدى بطرسبرغ 12,000 شخص من 130 دولة بينها الولايات المتحدة بعد أن غابت العام المنصرم عن المنتدى، الهادف بالدرجة الأولى لجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. منتدى بطرسبرغ المنتدى الاقتصادي في روسيا يعقد منذ عام 1997، ومنذ عام 2006 يشارك بالمنتدى الرئيس بوتين بشكل سنوي، ويسمى المنتدى الاقتصادي بمنتدى دافوس الروسي بفضل حجمه ومستوى المشاركين فيه. انتقالاً مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشاً، أما اليورو 575 ليرة و4 قروش. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1,266 دولار و8 سنتات، محليا 18,700 ليرة، لعيار 21/16,029 ليرة، لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برنت سجل اليوم 51 دولار و15 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 48 دولار و72 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.